يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. آخر مرة انتجنا صواريخ، قاعد أطالع الأوضاع. أنا أشيك عليها، عندنا ناس مش كويسين أبدا، يبغونا نتصرف معاهم. اللي هم طبعا إذا تبون تطلعون هذا شو داخل، بس دقوا ألت رأيكم. أشوفه شيء وايد مفيد، وايد مفيد. الحين أمشي أعرف شو أنتج، شو أسوي. ومرحبا في حلقة جديدة ومع مصنعنا الضخم العجيب الصامل الجامد هذا. بعدنا كسرنا فرانشو بس الستيل المفروض يمشي خلاص. نحن مشينا سوق الستيل كم مكان، ما يجوز الكلام صح. بعدين بسوي لوجيستكس، هاي انا بسوي هاي الصراحة. بس ليش؟ بس خلنا نسويها. انا كل شيء هني وهني، بس بالطريقة اللي مصممينها نحن يسار وفوق ترى ما يفرق، لان في نهاية اليوم تعال يبتولي صواريخ ولا ما يبتولي. قنابل مدفعية حاطين عندي، شكرا. زين، ها القنابل طلع حق المدفع ترى، شوفوا. ايه اح، اسف اسف، اشرت على نفسي، اشرت على اغراضي، دمرتها. يا الله. جبت العيد، هاي يسمونه العيد، قالوا العيد، هاي جبت العيد. وين الفرن اللي كانت عندك؟ عندي وايد فرن. اخ والله صار عقلكم، بخلي نفس ما هو. خلاص خلاص، خلنا هلا، ما عندي فرن. اسف اسف يا نفسي، اسف لنفسي من نفسي، ما اعرف الموضوع، لكن خربطان بالقوة. اح، شو دمرتنا؟ شو السالفة؟ دمرت الدنيا انا، ما يسوى عليهم. انا مدير المكان، لحظة خلنا نجيب هني ابديت. ما شفت الصراحة، مش حاط ليت انا. ده بصير بهجم على هاي القوم الاحمر، اهم شي ما كسر عمري. لحظة والله يضرب المسافة حلوة، وايد حلو المسافة اللي يضرب منها. في نفس الوقت جهز قنابل، شوفوا 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 شوفوا. ارجع ريوس، شوفوا كهذا التأثير مش اقوى عن الرشاش. بس شو، لان الرشاش انا اسوي فيه طريقة شيء ثاني من الانتاج. تعال، بس حق الافراد الرشاش اقوى، بس رو ما غير ترى بينهم بسهولة يعني. بس انا كنت اجرب، بس وايد اوكي. هاي متخشبة بتحس بالامان. من يهجم عليها هني؟ هاي من يهجم على المنطقة؟ زين، ابى اطلع شو اسمه ثاني. انا هني في هجوم هني كان صح؟ بس ياسي مشون امورهم الجماعة هني، تبون صدق مشين امورهم الخاطر.
نشرت نقعد دبوبتي توهكت خلنا نشرد لأنه ما عندي دم الصراحة. لا في قواعد قوية حقهم الصراحة، بس شو الحين أعرف أكثر أماكنهم، بصير أسوي دبابة، لازم دبابة جديدة. بس بسوي مكان حق حديد جديد، مكان الحديد اللي عندي. ها هاي دبابتي الثانية، شكرا دبابتي عزيزتي. تبين تصليح؟ لا بيبش اللي شقب. صواريخ وينهن؟ صواريخ عندي والله. مش في الدبابة؟ نايس. في بترول بعد جاهز. انزين وصلنا عند اليورانيوم، تأكدت استوى ويانا. حول كم هذا؟ اوكي يبغى يشل هذا، انت شل هذا، انا مو ابغى. انت اللي جاهز عندك مفروض نحن شو نسوي؟ رجع كان يرجع في الخط اصلا. بس شو السالفة؟ وهاب يتم شغال فترة طويلة. خلو خلو نحن سوينا رسيش طويل حق في أحد يهجم عليه هنا. نسير اللي هو هذا ريبروسيسنج صح؟ بس ما عندنا شيء يسوي له بريك داون. زين هذا شو يسوي؟ المرحلة الأخيرة من يورانيوم. حلو، بس في شغلات ثانية رمز فيها من يورانيوم على فكرة. بس نحن ماي شغلات مثلا در البروجرس 2%، خلنا نسويها بهاي السهلات. انزين انا بسير مكان. حلو ابا يكون فيه، اخبركم قبل ما انزل هاي بابا. يوم انزل احطي رادار، احطي تورت، احطي ليزر اثنين، ويكون عندي كياب الكهرباء جاهزة. عندي ستيل بار هنا وايد صح؟ والله اظني كان عندي وايد. هات نمور، لازم اعدل الانتاج هني ترى. حق الحين اظني زين عاد مع النترات. تعال واحد اثنين ثلاث، واحد جبت العيد انا هني ترى. فجرته مكان زين. ممكن تجيبوا لي، ما في عندنا الكتريك سيركت، هنا الكترونيك سيركت. شو ابا لوجيستيك لوجيستيك تيست، ابا اسوي من هاي الكمية، وابا من هاي يشل لي في هاي مع ماكسيمم تو ستوكس 200 وخلاص 400 يعني. هذا بس عسى يجيب لي اياه وانا موجود يعني، مش اكثر ولا اقل. زين هاي شد من الانتاج، ارد مره ثانيه فوق. نبغى حد يشيل شوي ستيل بعد،
عليهم. صدق يبغالي شوي ستيل انا. ستيل تيست، لا مش ستيل تيست سوري، وين لوجيستيك تيست؟ لوجيستيك تيست حطه بس تباهني يمي. والانتاج ما نبغى نشيل الانتاج كله عيل، هذا بروح اظن يطول شوية، مش نفس صديقنا الفرنسي الثاني. انزين عندي 2 ليزر، عندي هذا ابا بعض الاوفر هيد انا، فمحتاج اكيد حديب لكبر، ابا دايما يكون عندي شوي كبر. يا حلوين زين. انا بعد في اللوجيستيكتين اولموست اولموست خسر، كنت اسف طالع من اللوجيستيكتين. زين هني تيست، هني ارمي عبيل التيست، بس ما نبغى اكثر من هذا شيء. خلاص خلهم يشتغلون. انا دايما يكون عندي حق انتاج شيء معين، يعني صغير بسيط يكون عندي انتاج. ما تلعوز ما بهذا انا شغال المحطة صح؟ لا شغالين امور طيبة. نعم هاي اللي ينتجون مو درس مسارو، هاي اللي ينتجون موتورز. والله الموتورز في خطر الصراحة وضعهم، واللي ملعوزنا في وضع الموتورز مش الموتورز نفسه، انتاج الستيل التعبان اللي هني. عندي مشكلة ثانية في انتاج الستيل اللي هني، لازم اعدل انتاج الستيل. اذا عدلت انتاج الستيل هني تعدل وايد شغلات عندي. ها بيتعدل انتاج جيته لا شي يبا بريك انتاجه سهل. الستيل مشكلة انه قاعد يمر كذا مكان ويروح على سبريتر ودنيو، بس ونرمي الرتبة يعني مش قضية. اذا ارد ارتبه صح اروم ارد عق ستيل هني، عندي مساحة فاضية هني بستغلها، فبسوي اندر جراوند هني. انا ساحب على هاي تراها، لان السيركت شفته تحت يستوي الاستاك. بس تعرفون شو بما اني نويت اصلا يبالي واير، لان هذا بينتج ويرنج، ويبالي مصنعين غير، يعني يبالي صف من هذا فوق. لا ما بسوي. زين عندي شغلات اولويات الحين، اولوياتي اعدل الستيل اساس الريسيرش، لان الريسيرش وايد بطيء، مش عايب اني انه بطيء الريسيرش الصراحة، في بطء مش طبيعي. هذا هني بي حلو، نبغى فرنس. الفرنس يبغاله ستيل، يبغاله ستيل و بريك. ملي بالحين ملي بالاثنين، وين انتاج الستيل مالي اللي هني؟ اوكي هذا ستيل عندي انا، هني انتاج ممتاز الستيل، وايد خدت ستيل اوريدي، ومحتاج بركات تجي 10 10 وايد بعد، بس بتوسع تكون زينة يعني، مو بتوسع سيئة، اساس هالمكان يمشي فيه ستيل مثل عالم الناس. مش ماشي الوضع، انا بالنسبة لي صراحة مش ماشي ابدا، فمش عاجبني.
ايش هذا مكان غلط، هاد فراغ واحد بس حق عمود كهرباء ترى يعني. ف اللي تسأل شو قاعد اهد انا بالضبط، شو الفراغ ولا ليش فراغ واحد حق عمود كهرباء بين واحد وواحد بس. زين اخ دعمت هذا طلعت فوق. المهم زين هاي اللي بالعكس شوي بين تجون ترى، بس مش مشكلة انا بالنسبة لي يعني اوكي. هاي هاي ليش جاي اللي فوق يعني؟ هي صح كنت ممدد هذاك صح، الحين ما بقى ممدده برايه، ما بقى ممدده الحين، انا بمدد منو الستيل، والستيل مش هني اصلا، مش مفروض احاتي هني. زين الستيل هني تصور ب ب بيكون ما في اي مشاكل، ما لا تزعل. هذا ستيل فيرنس ونبقى ارمز بس الكمية حلوة. زين هذا بيشل كل شيء، انا احس وايد مبالغ في الموضوع، بيسوي عندنا نقص مرة ثانية في البليتس على فكرة شكله. هذا كله حق البحث العلمي يكون سريع فقط، هذا ما بيركب هني صح، هذا بيكون هني ناشب في حياة الجمهور صور. زين انا احس اني وايد مبالغ، اذا حسيت زايد وايد بعدين اروم نقصه ما في مشاكل. خلينا ندخل داخل الكهرباء هذا، يلا اشتغلوا، قولوا ما في انتاج كافي يصير الحين بعد يدخل، بس امور طيبه لما يدخل. بس الحين زدنا انتاج الستيل، خلينا نشوف كيف ما يكفي. زين هذا شوفونا يلا انتج. يلا شو اخبار شو اسمه لحظه فصل عند الموس ما اعرف شو. زين هلا نشوف كيف وضع الستيل. زين يرومي دخله من صوب واحد بس، ها زين بسيطه سوي بالطريقة هاي خلاص، خليه يحطون الصوب الثاني وهذا يحطي صوب في الصوبين، مش غلط مش غلط ابدا. شوفوا الحين بدأ ينقصني المتل، خلنا نشوف شو وضع المتل تحت، لازم اكثر الافران شكلها. شو افران اكثر من هاي؟ كم بدف؟ انا بخبركم شو السالفة الحين، شو لازم نسوي، شو لازم نجرم. الاساس انتاج هني يروح سريع، افا افا لازم نعدل الحين انتاج.
حتى سبريتر لازم يسوي سريع، واهم شيء سبريتر. ما منه فايدة تسوي شيء سريع وسبريتر بطيء. ترى الحين ابى ادف في الستيل اللي هني باسرع ما يمكن اني اطيره برا على المدخل. الحين هذا شو يبغى عشان اسوي لحظة ترانسبورت بلت، واحد ترانسبورت بلت وايرون جير صح، وهذا انزين. وانا عندنا وايد متل هني حلو، فكر اطلع هاي البرع زين. هذي اللي بتقولون انتاج، هل ما انتاج بننتج ما على ما على بينتج في كل الحوال بينتجون. اذا وايد زعلون بحط سبلتر مشكلة بعد في اللوجستيك تشين. حلو ابى اسوي جير انا اول شي صح، ابى اسوي شو ترانسبورت بلد، بعدين ترانسبورت بلد زائد شو جير. حلو بسوي اول شي وين صار، كان عندي كمية حلوة منهم كنت سارقنهم من اللين، لك وين رجعتهم؟ انا اظني رجعتهم صدقون. لا مش هاي البو، اظني رجعتهم في اللين. لحظة خلنا نسير سرق شوي زيادة سرق مو مشكلة. الحين كيف انتاج الفرنس؟ يمية قاعد ينتج زين. الحين ابى اسوي هاي، شوف ما كنت سارق انزين، ما اعرف اذا كان حتى موجود ما علينا. هذا خارب بي الحين، هذا الحين مش وقته يغيظني. الجير ترى ما قاعد يكفيها ولا ما قاعد ينتج لسبب شو، ما في متل ما في ستيل، شيء واحد يخليه عادي ينشف المكان ترى من الخيرات. زين انت بتسوي لي جير، انت شو بتسوي لي بلت حلو، والبلت شو يباله؟ لحظة تبتسوي بلت اوكي، خليك انسان مهتم وقول اوكي اوكي. هذا هذا بتحوله هني، يعني انت يبالكم كهرباء زين. انت تسوي لي بلت حلو، انا بخبركم الحين ابى اسويه بطريقه ثانيه شوي زين، ما غير سيور انا ابى اسوي بس هذا حق يعني الانتاج، مش حق استعمالي انا يعني، الانتاج هاك لو يكون حق استعمالي زين. وشو يستوي هني؟ لا 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 اوكي اوكي بسيط، هذا موضوع واحد اثنين زين. مدلين فوق وبعد الثاني شيبة يبقى الشي اسمه نفسه، يبقى غير يبقى البلت مالي زين، ويبقى غير حلو. يبقى ارم زين، وهذا يبقى له بس صندوق لوجستيك هني سريع سريع، يكفي كل السامان اللي ينتجه. وانت مو بتنتج هذا تراك، انت بتنتج هذا وهذا لك، امسكه
باتن تشجير. حلو. ما نشوف باتن تشجير. بيت تجري في اللوجيستيك تشين الجير اللي انا ابغاه، مقابل ان انا اقول له يا صديقي هات لي مثلا، دائما خلي عندي صور 200 عدد جميل، 200 من هذا. حلو. هذا ما ابغاه خلاص، ستيل زين، هذا زين، شغلات وايد ما ابغاها يعني. يبون هلين عندي خلاص، مش محتاج تعب راسي وايد يعني، ودام ضمن اللوجستيكتين اموري طيبة. زين الحين خلنا نسرع الامور، من ينقصني بصير هناك بشلو برد. وين سبليتر سريع؟ هذا هو سبليتر السريع، سبليتر السريع. ما هني اصلا ناقص، وتشوف اذا عقب احتجت سبليتر سريع بسويه. ها هذا هني محتاجين هذا لين فوق، ابى دف الانتاج دف برع. هاي خلاص بطيء، هاي سريع بس على اساس يشيل السبريتر. عقب السبريتر مشكلته خليه يدف دف، ما تفرق وياي. شو بغيت؟ بغيت اللي هني يطلعون بسرعة، لأنهم ما ينتجون سبة البطء اللي هم فيه. فموضوع ثاني، كم حبة مسوي هذا؟ حبة بس، كلها قاعد ترى ما مسوي شيء. يبغى له وقت، يبغى له وقت صراحة، انه يبغى له وقت. فنوصل لين وين؟ ونوصل للسبريتر هذا. تستوي مشكلة منو؟ مشكلته هو خلاص، مش مشكلتي انا بس. كل الاندر جراوند كل شيء لازم يتغير على فكرة، لانه اذا ما غيرت الاندر جراوند، والاندر جراوند بطيء ترى بيطلع بطيء، ويطلع هني شوي شوي على راحته يعني. والهدف اخر شيء منه كله شو؟ اني ادف بسرعة لين اساس ان ذاك ينتج حديد اكثر، لان عندي حديد بس ما قاعد ينتج الحديد اللي انا يكفيني في تحت هجوم شكله. ما يوصل مدى رؤيتي، ما يوصل هناك، يصير حتى سترايت شي. انزين فالهدف اني ادف كامل الخط سريع خلاص، ما اخلي شي بطيء. شوفوا اساسا انه هني يتعبه، هاي لما كنت تعب كلها. الحين كيف الانتاج بعده؟ نفس الطينة بعده، لازم في شيء يعني. ما هذا؟ هذا خلاص، هذا غيرنا، يبدأ يدفر سريع. الحين مشي خط الانتاج، شوف يوم بمشي خط الانتاج في شنو بدهم يشتغلون. نيمين نتحت لين اذا كفانا، لين اخر شيء. شوف الحين هاي ما بيوقفون انتاج خلاص، شوفوا لين وين، لانه خلاص اي شيء ينتجونه يروح في اللاين في اللاين في اللاين، يدفره هني. هني ما شاء الله استعمال وايد بعد يعني، مش مو بشوية يعني. خل اسوي جديد دفعة، لان هذا اللي هنا الحين انتاجه بطيء ترى بالنسبة لي يعني. بس الزين انه شو اسمه يعني، بس انه عندي انتاج. اروح احط واحد هني انتج يعني بسيط، مش ما يبغى له وايد. احط واحد هني، اروح احط ار من هذا هني، وار من هذا هني، واروم اقول له والله انتج لي فاست بيلت. اروح احط الى هني مثلا هذا، واحط بيلت بيلت
تتدبر يعني، عرفتوا؟ يعني بحط الصوب الثاني مثلا، بشله من هنا، سويت شي اروم احطي عمود كهرباء هني، خلاص اروم اجيبه هني. شوفوا هذا، اصلا نبا هذا اذا بدبر انتاج، هاي طريقة حلوة يعني ترى، ان هذا انتاج سريع، هذا انتاج سريع، كل شيء انتاج سريع عادي يعني، مش الشيء اللي يبغى له ذاك الزود يعني. هو المفروض انك تسوي اثنين من هذا مقابل شو اسمه، مش عادي، ها قاعد ينتج، اتصور ما عنده مشاكل بعد، امور طيبة. خل ننزل نسوي شوي هايل، شوفوا الحين سوري هذا قام يطلع انتاج بسرعة، شوفوا كم واحد قام يشتغل. المشكلة الانتاج اسرع من الخط، وهني على اليسار فل اصلا ترى، انا مش عايب اني موضوع انه كيف هو فل، مفروض صراحة صراحة الحق اشيل هذا بكبرة. زين نسوي الطريقة هاي، تبون الحق هذا المفروض يستوي صراحة. وهني تفاجئ ان الموضوع هذا اللي بسبلتر، زين نسوي الحركة السحرية مالنا، سريع ويدفر الواحد دفرة هاي على اساس الخط يشل اكثر. شوفوا بعده في مجال ان تنتج اكثر على الخط هذا، السبلتر اللي كان هنا على الفاضي انا احس انه على الفاضي كان صراحة، هني افضل بعد الانتاج الخطوط كلها قضيناها هني ترى، انتاج افران وش اسمه، بس محتاجين برودكتيفيتي يعني، مش يعني خاصة الافران عندي انتاج انا لو، وما اظن في مجال احط جنبهم واحد ينتج غيرهم، ف لا اوكي اوكي قام يجون الحين اظني زود، خلينا نشوفه اظن قام يزيد الحديد شوي هنا، نقدر ترى نسوي تعديلات كاملة يعني، مثلا هني هالخط ناقصنا اروم اسحب زيادة، مثلا اقول ابغى زيادة فيتم يسحب زيادة، وان الخط هني اصلا فوق فاضي فامور طيبة ترى بيسحب، بس ما بيكون فعال وايد، بس يقعد يسحب 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 يسحب، ها شوفوا بيسحب اسرع من الخط الثاني، فقلنا يعبي، بس يعني لازم اعدل الخط كامل، و انا احس انه ويست، ما يستاهل اعبي الخط كامل عشان الصراحة. بس هذا ليش ما قاعد ينتج هني، ما في ستيل صح، خلاص خلي هالخط الستيل انتاجه لهني صح، ما يستوي وهق عمري، خلاص بسوي كل اللوجستيك بحطيه الحين، ببدأ احط اللوجستيك الصراحة لانه
وورثت. نعم اللوجستيك وورثت صراحة. وستيل هني فلتر ما تبغى اكثر من 300، هذا هني حطه وخلاص ما يبغى اكثر. صار الحين انا عندي وايد ترى، هو باخر شي بيردون يبون حقي ترى، اذا بس انا عندي اكثر من اللي اعطنهم. هل نبحث في موضوع السلام العالمي؟ انا شوزن والله اني صاحب عليه، ما يفتح شي تحت، هذا ما يفتح شي، هاي يفتح فيوجن رياكتر هارم، حطيه في الارمر. بيرسونال روبو بورت ابو هذا، انا خلنا نسوي بيرسونال روبو بورت، خلنا نسوي. وش اخبار الفران عندكم؟ وش اخبار الطباخات؟ خلنا نشوفهم. ترى هني الموضوع كله، هني اللعب كله ترى، ما يفرق دام عندي هني 200، يعني عندي ترى ممتاز يعني. ليش الموضوع هذا؟ لحظة، وين بيرسونال روبورت؟ نيوك اوتوماتيك بامب، اتوميك بامب، قنبلة نووية، بلعق عليهم صراحة. شو اسمه، مال صواريخ بعد. ها وين صار بيرسونال روبورت؟ لا اشو ستنت ارم انكريس موفمنت سبيد يو كان اكوب ملتيبل. اوكي لحظة خلنا نشوف هذا انترستنج. هذه كانت الحلقة بالخصوص تعديل خطوط الفولاذ وتعديل خطوط الانتاج الى الاسرع. ونشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله، بنبدأ ننتج اللي هو الروبوت الشخصي تقريبا، والحين قام ينتجها. ونشوفكم في حلقة جديدة طيبة إن شاء الله.